عليها الحزن والشجن؟ أكيد يعني تعرف يعني مثل هذا العيد تذكر أعزاز راحوا، خاصة هاي السنوات الأخيرة، خاصة هاي هذا الوباء اللعيني اللي أخذ صابك كورونا؟ كثير أعزاز. نعم. شلون كانت التجربة؟ صابتني والحمد لله والشكر، أنا أخذت المطعومين الحمد لله والشكر. شنو يعني من أخذت المطعوم الثاني صار لي من 31/5. نعم. يعني دعاني من عنده دا يشتغل عندي الحمد لله والشكر، أعراض جانبية يا لا يعني تعرف دا يشتغل، هذا دا يشتغل عندك ماكو جسمك، فالحمد لله والشكر. تعبك شوية؟ أي أكيد. زين أستاذ، سمعت أنه بالتسعينات صار وياك حادث غير حياتك. ب98 يمكن؟ لا 95. حادث سيارة؟ 95. لا مو حادث سيارة، وقعت. يعني شنو اللي صار؟ وقعت من مسبح، مسبح يعني حتى يعني عندي هاي أشوف لي شوية حركة. أي. عندي ضربة براسي يعني مسبح، وقعت في المسبح، مسبح كان يعني باقي بي قليل 12 متر، فزلقت وقعت. صعدك؟ وأنا كنت مسؤول على هذا المكان يعني بيام العسكري. زين بس أكو حادث السيارة همين اللي توفى بي صديقك؟ لا هذاك هذاك يعني خطية هيك طلعنا من مكانه فما اريد اتذكره يعني. صعب عليك؟ اي. ف اللي صديق ابوك تراه صديق عزيز يعني الله يرحمه. الحفلات هواي يصير مواقف منها المحرج، منها اللي يضحك، منها الصعب. شنو اكثر موقف ما تنسى صار وياك بحفله مثلا؟ عرس، حفله؟ يعني اكثر موقف مثلا دا اغني وجا فكوا طيور تذكر البيض بالعراس. اي. فواحد فوق انا ودا اغني كان لزم تبيد، لزم تبيد وطاير مخبره بالطيور. هو كحلة، أكو أحلى من الحيوان؟ لا أبدا. أنا وياك بهاي بالفعل ماكو أحلى من الحيوانات، ماكو ماكو أوفى يعني ماكو أوفى من الكلب. لا أبدا. أنا أصلا أستغرب ليش كلمة كلب شتيمة. نعم. لأن صفاته كلها حلوة. نعم صحيح. طيب أستاذ، آخر محور راح أطرحه حضرتك موضوع شركة الإنتاج، موضوع روتانا مثلا. نعم. سمعنا ب 2015 أنك راح تنضم لروتانا. نعم. لا أنا بال 2008 انضميت وبعدين بس هسه اكو هذا المشروع ويا روتانا من جديد. رحت هي هاي ان شاء الله بدبي. هي هاي رحت. شنو كان سبب الخلاف؟ انت جو اول بومين ورفضوا الثالث او لا 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 انا يعني بكت اخذوا توزيع مو مهم. نعم. بس انا مالتي الاخر شيء الالبوم ليش راجع وراح اسجل الغشيم.